فضيلة الشيخ، هل من السنة في مناسبة الزواج في ضرب الدفوف أن يضرب الدف الأطفال أم أن يؤتى بمغنيات؟ وهل السنة الغناء أو الغناء المجن أو الإنشاد؟ المقصود من ضرب الدف والغناء شيئان: الأول إعلان النكاح وإظهاره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعلن النكاح واضربوا عليه بالغربال، يعني بالدف. والأمر الثاني الفرح، لأن النفس إذا فرحت تحب أن تضرب بعض الشيء، فلهذا رخص لها من المعازف بالدف والغناء. الغناء المناسب ليس غناء المجون والغزل والأشياء التي تثير الشهوة، وما عدا الدف من آلات اللهو كالطبل والمزمار والربابة وما أشبه ذلك هذا لا يجوز. لا ما يجوز استعمالها، ما يجوز استعمالها، لكن فيها الحمد لله أناشيد كثيرة فيها الترحيب والتحية للقادمين إلى مكان الزفاف، يستنى بها عن ذلك. ما نستعمل أقل ما تستخدم يا شيخ؟ لا أغاني الماجنة حتى وإن كان فيها شيخ مغنيات أو أحد ينشد الأناشيد، هذا يكون غالين غالي الثمن. لا ما هذه مسألة المغالاة، هذه غلط. أقل شيء 3000 ريال شيء. لا ندور واحد ب300 ريال. لا الله يسر. الله لا يجد يا شيخ. سهل الله، نجيب واحد متعارب يوصل. نعم. يعني تعارب مو معناها العربة الخمر، لا. يعني معناها تكسر الأبيات، تعدلهم كيف. وأما المغالاة كما قلت بعض الأحيان الواحدة ب3000 وبعضهم ب10000 وبعضهم بأكثر، فهذا إضاعة للمال. مثل ذلك يا شيخ؟ الله ما أرى حضور. وماذا يجب على ولي المرأة مثلا؟ يجب عليها أن يمنع هذا، ويجب على أيضا أهل الرجل أن يوافق على منع، لأن المشكلة أحيانا أهل الزوجة لا يرغبون هذا الشيء، لكن أهل الزوج يقول لابد أن يفعل بولدنا مثل ما فعل بالولد الفلان. هذه مشكلة. أحيانا أهل الزوج ما يرغبون، وأهل الزوج يقول لازم بنتنا ما فيها قاصر، لازم نسوي مثل ما فعل الفلان، ولكن العاقل يعرف كيف يتحكم. بعض النساء تقول إني أذهب لكن لا أهتم لا أبد لا تذهب.